يا دومينيك. انت قصدك ينزل؟ ينزل. فانا كنت افضل ان رامي ربيعه ما يطلعش ويرجع مكانه، لان انا شايف ان رامي ربيعه من يوم المحله ادى بشيء في منتهى القوه في ناحيه اليمين. كويس. كان يجب انه يلعب مش يجب يعني انا رايي انه كان يكمل باك رايت الماتش اللي فات والماتش ده يلعب باك رايت ويفضل يلعب باك رايت، لانه هو خلاص المركز ده ورانا، ولما راح تشيلي لعب تشيلي برادلي لعبه باك رايت برضه. فانا كنت شايف ان مغيرش ما لعبش في رامي ربيعه في الحته دي في التوقيت ده، اخليه باك رايت، وحتى لو شريف ما اداش الاداء الهجومي اطلع شريف، يبقى شريف وسيد حمدي وعبد الله السعيد، ده راي خاص شخصي قد نختلف او نتفق، وتريزيجيه وعبد الظاهر ودومينيك هم الثلاثه اللي ينزلوا، ودومينيك كان ناحيه الشمال كان ممكن يعمل جبهه قويه قوي، عبد الظاهر يبقى راس حربه مع متعب وبركات يمين، وبالتالي قدرت ان انا اخلق جبهات جديده من الاطراف، لان كانت مشكله كلها في العمق، لما هوصل للعمق هوصل له بعبد الظاهر ومتعب كروس حربه يقدروا ان هم يخلصوا كرات بجانب المحاولات الاخرى، لكن محاولات تسديد فقط. احنا شفنا ان المحاولات اللي الاهلي عايز يجيب بيها جول هي التسديد، والتسديد ما كانش بفاعليه. محاولات، وفرق كبير قوي بين محاولات للتسديد لكن بينقصها الدقه والتكنيك في ان الكوره تخش جول او تبقى فرصه هدف. فعشان كده قد يكون حسام عنده قناعه انه يحتفظ بشهاب في وسط الملعب مكان رامي ربيعه، ينزل شكري مكان بركات، ولو ان يعني شكري ما قدرش يعبر عن نفسه في الفتره اللي لعبها. فانا اعتقد ان الاسلوب مش بالتغيير لاعب ينزل مكان لاعب يدي الفرق، بس برضه ما يساعدش الاحتياط اللي بينزل، ان طالما الاسلوب بتاع التيم كله فيه خلل سواء دفاعي في مساحات واستخلاص الكوره وحريه لعيبه سموحه، او في ايجاد الحلول اللي انت عايز توجدها لاسلحه هجوميه متنوعه. يعني في كوره لجديد قناوي، لان جديد قناوي الحقيقه عمل واحده اللي انا قلت عليها في الشوط الاول، بس الكرات العرضيه كان بينقصها الدقه. يعني انت لما قبل ما بترفع، خصوصا لو ما عندكش ضغط، قبل ما بترفع الاوفر لازم تكون عارف هتلعبها على القريبه على راس مين. ما هو انت بتلعبها علشان حد يجيب جول. دي كانت من احسن الكرات العرضيه اللي انا بتكلم على الشوط الثاني. الحقيقه في كوره اتمنى اشوفها، هي مش كوره عرضيه، هي تمريره من شديد كانت طوليه، ودي نقطه شفناها كتير النهارده الحقيقه، التمريرات الطوليه المقطوعه اللي ما بتاديش لغرض ايجابي. انت بتلعب مع مدافعين عندهم خبرات، مدافعين كويسين، حالتهم الفنيه والمعنويه تعتبر جيده بصرف النظر عن ادائهم في المباريات اللي فاتت، لان في مباريات دي عايز ارجع لها الحقيقه، لان الشديد لو وقفت هنا شديد عنده يقدر يطلع قدامه، يقدر يعمل باس عادي مش محتاج خالص، ولو الكادر فتح شويه هتلاقي ان في حد تاني فاضي كان يقدر يعمل له باس سهل. ادي اربعه في الكادر، لو فتحت الكادر كمان هتلاقي ان كان عنده رغم ان ومعلوش ضغط خالص، وانت في تلت الملعب رايح على تلت الملعب الهجومي مش محتاج تعمل لونج باس زي ده تفقد الكره فيه وانت جوه تلت ملعب سموحه وعندي ناس فاضيه المفروض ان انا اعمل لهم. فاذا النهارده شفنا قرارات كتيره قوي في تمريرات خاطئه، قرارات كتيره قوي في انهاء الهجمه على المرمى، مساحات كبيره قوي بين الخطوط ادت فرصه لسموحه انه يتحرك بحريه وهو معاه الكوره ويصل لمرمى شريف بحريه. لا سموحه بيدافع كويس قوي يعني، وبعدين كمان بيعمل هجمه مرتده سبرنت بابا اركو، لولا ان نجيب برافو يعني تفوق انه خدها، انما بابا اركو الحقيقه انا عجبني النهارده جدا كراس حربه، قدر ان هو يضيف للفرقه تمام كمحطه وكراس حربه، وكان ليه في الشوط الاولاني كورتين بالهيد، ثم التسديده الوحيده اجاد فيها الحقيقه لان شاطها بتكنيك، بس هو مرتاح طبعا معلوش ضغط فقدر ان هو يسدد بحريه
وراحت في مكان صعب على شيف اكرامي في رايي. يوم الاثنين برضه دكتور هتلاقي النادي الاهلي هيلتقي مع تليفونات بني سويف، مباراه صعبه، مباراه قويه امام فريق مميز، مدير فني مميز كابتن طلعت يوسف. فمن هنا بتاتي صعوبه المباريات، توالي المباريات، ضغط على الاهلي، وعندك يوم 23 السوبر، انت محتاج اللعيبه المعنويات تعلى، الامور دي كلها، المكسب عشان مباراه السوبر دي مباراه ببطوله، مباراه ببطوله، فدي مهم جدا ان الدوافع والمعنويات تعلى. والماتش اللي زي ما بقول لحضرتك هيبقى ايه؟ هيبقى الاثنين الساعه 5 الاهلي والتليفون. هو طبعا يعني النادي الاهلي يتوقع طبعا ان كل الفرق هتلعب بروح عاليه ضد النادي الاهلي، وبعدين فوز سموحه برضو هيدي طمع لبعض الفرق. يعني هتلاقي مثلا تليفونات بني سويف يقول لك لا طب ما انا تعادلت مع سموحه وانا كنت كسبان، فهتلاقي لازم النادي الاهلي يعرف ان هو هيصطدم بفرق كلها هتلعب بطموح كبير عالي جدا بدافعيه كبيره جدا ضد النادي الاهلي. لازم يبقى متوقع هذا الامر. في نقطه مهمه جدا النهارده في سرعه الاداء وتحركات اللعيبه والخفه الحركه، وعايز اقول ايه، ان اللعيبه تبقى فريش. لازم يبحثها الجهاز الفني، لازم يبحثها جيدا بعمق، والناس قاعده ويحلل شغلي تدريبي احمالي لازم احددها، لانه واضح لما يكون هناك فريق متفوق عليك في الضغط في الكرات الثنائيه في كذا، يبقى في خلل في سرعه الاداء وتحرك اللعيب، الحده الشاربنس. يعني يقول لك عايز اللعيب يبقى شارب، ودي بانت يعني في المباراه اللي لعبها النادي الاهلي في بطوله افريقيا بالذات، مباراه الترجي وفي كاس العالم، اللعيبه فريش في الضغط في الحركه. النهارده مش موجوده دي لا في الضغط ولا في الحركه، وفي بطء لدرجه ان الفريق اللي قدامك بيبقى متغلب في كثير من الاحيان. صحيح ممكن تلعب كرات وتبقى داخل ال 18 واي يعني زي ما شفنا، انما مفيش حاجه مركزه، مفيش فرص مركزه، يعني كلها هجمات مفيش نوع من انواع التركيز فيها ومع الفريق الثاني. برضو عشوائي، بترجع الكوره تلاقي نفسك نص الملعب فاضي، الفريق الثاني بيتحرك فيها. فدي حاجات المفروض النادي الاهلي لابد ان يبحثها، خاصه عشان مباراه السوبر وقبلها مباراه التليفونات بني سويف، لانه زي ما تفضلت انه مهم جدا ان اللعيبه يبقى عندها معنويه في انها بتفوز وبتحقق نتيجه كويسه في مباراه بني سويف وبتأدي اداء كويس، توطئه ان لما يجي يلعب في مباراه السوبر يبقى عنده اداء. انا عايز اقول حاجه، الخساره موجوده في كل حاجه اكيد، ما يجبش ان احنا يعني لابد ان حتى لو كان هناك احنا بنتكلم في بعض انتقادات ولا حد ثاني، ده غير مميز، ده شيء طبيعي، ده شيء طبيعي يحصل، لكن المفروض ان الفريق والجهاز الفني عليهم ان هم يشوفوا ازاي الفريق ده يرجع بالسرعه، يؤدي بالسرعه المطلوبه، يؤدي بال ال 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 الفريشنس. يا دكتور اسمح لي يعني. بس انا لست في دفاع، لكن انا اتكلم من واقع اللي انا شايفه. انت عندك بين كل مباراه ومباراه 3 ايام، انت ما بتلحقش تتمرن، انت بقى استشفى ما بتلحقش يعني. بالعكس، ما انت ما تتمرنش يعني ما تتمرنش بالمعنى المفهوم، انا بقول لك ما بتلحقش تتمرن. طيب ما انا ما اديش احمال، ما انا ما اديش احمال جامده يعني انا ما اجيش بجانب، طالما في المباريات بهذا الشكل يبقى المفروض ان انا بين هذه المباريات تبقى كلها تدريبات استشفاء. يعني الجمعه السبت حد هتلعب الاثنين بالظبط، ما اقدرش ادي احمال فيها، ثلاث اربع خميس الجمعه تلعب السبت، عشان اوصل يعني فريق السموحه ليه فريش كده؟ ما هو زيك. لا لا، هي انا مش ما عشان كده. اذا هي النهارده محتاجه تصميم للاحمال التدريب. انا اصل في ناس بيبقى عندها حساسيه من الكلام ان لما يتقال كده يعني لا احنا الاسماء، لا انا ما بقصدش، كل واحد بيقيم نفسه ذاتي. يعني انا كمدرب بخرج واقيم نفسي ذاتي واشوف الناس بتشتغل معايا، لان برضو في بيشتغل معايا في الاحمال، لازم اشوفه بيشتغل برضو ازاي، واشوف هل التاثير ده على اللعيبه، واشوف اللعيبه متاثره ازاي، هل اللعيبه بتادي هل احساس اللعيبه ازاي بعد التمرينات بعض التدريبات، بحيث ان انا، لان الظاهره اللي انا شايفها النهارده قبل سوء حته الاداء ومش الاداء، انا شايف انه الحركه بتاعت النادي الاهلي بالنسبه للعيبه اقل من الفريق الثاني. الفريق الثاني عنده الامكانيه يعمل البريسنج بمنتهى الحده، عنده الكره المشتركه هو الاسرع، فدي كلها بتبين. فعشان كده لابد ان انا اشوف ديت بشكل كويس، خاصه وانا ما يهمني اكتر هو مباراه السوبر، لان النهارده دي بطوله افريقيه بتتحسب بشكل جيد جدا. عشان كده يعني انا لما بقول، اما بنتكلم الكلام ده كلنا كنا مدربين وبيحصل لنا برضو الاخطاء زي كده،
واحيانا تبص تلاقي الفرقه بتاعتك برضو ما هياش يعني مش فايقه، كلها بتتادي، ما بدليل انك انت تغير واحد اثنين ثلاثه ما بتقطع، ما فيش اي تاثير. الوضع الطبيعي ان انا فرقتي تبقى فريش، لو غيرت واحد او اثنين يكونوا ممكن تزيد الاداء، لكن لما انا اغير التغييرات دي وفي نفس الوقت ما انش شايف اي مردود زياده، دليل على انه لا، يبقى انا لازم ابحث كويس. انا بقولها من منطق ان احنا ما بقولهاش ان احنا يعني علماء، انما بنقولها من موقع خبره مرت علينا وكلنا كنا بانتقاد وكلنا كان الناس تقعد، فكنا برضو ايه بناخد هذا الانتقاد على محمل جيد، ان هو ممكن تبقى زعلان. أنا وخاصه احنا ما بننتقدش المدربين الان، احنا بننتقد اداء اللعيبه بس. فالشيء الكويس ان انا يبقى بمصداقيه وبشفافيه بيني وبين نفسي وبيني والجهاز، واشوف المدربين اللي معايا واشوف اللعيبه وتاثير الاداء عليهم، لان احنا في النهايه يهمنا في مباراه السوبر. انا بتكلم عن النادي الاهلي بالذات عشان مباراه السوبر، لكن طبعا ما هي مرورا بمباراه تليفونات بني سويف اللي المفروض ان انا ابقى فايق فيها. مباراه مميزه اكيد طبعا، مباراه مهمه. اطلع لفاصل، بعد الفاصل باذن الله نكمل.